السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم دكتور محمد من قناة أنيمال وولد. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وأفضل حال دايما يا رب. فيديو النهاردة هيكون عن الكلب السباح الكندي نيو فاوندلاند. منشأ سلالة كلاب النيو فاوندلاند في مقاطعة نيو فاوندلاند الكندية. الكلاب دي كلاب مائية رائعة، استخدمت في الصيد وأنقذت ضحايا الغرق كتير، واستخدمت كمان زمان في سحب العربيات. كلاب نيوفاوندلاند بتتميز بالقوة والشجاعة والصبر والهدوء، وبتعرف بأنها كلاب صيد. منشأ الكلاب دي جزيرة نيوفاوندلاند اللي موجودة في كندا، بتيجي بألوان السوداء والبنية والبيضة. كلاب نيوفاوندلاند بتتميز بضخامة حجمها وقوتها الهائلة وجسمها القوي وذكائها وولائها لصاحبها، وبتتميز ان هي محبة جدا ومطيعة جدا للمالك بتاعها. وزن الذكر بيوصل من 65 ل 80 كيلو، والطول 71 سنتي، وبالنسبة للإناث فهي 55 كيلو ل 65 كيلو، والطول بيوصل ل 66 سنتي. من السهل انك تدرب الكلاب دي على الطاعة والشراسة، لانهم اذكياء جدا وبيحاولوا دايما ارضاء مالكهم او صاحبهم. بالنسبة للطاعة فده سهل التدريب عليها. العقوبة بتاعت الكلب ده بتسبب له حساسية شديدة ناحية صاحبه أو صاحبته، وممكن يتعرض للاكتئاب بسهولة. كلب نيوفاوندلاند عنده محرك قوي للعمل والشغل في البيت والشغل في المزرعة، وعنده غريزة قوية للحماية والحراسة. عشان كده هو بيحتاج انك يمارس الرياضة بشكل يومي عشان يحافظ على اللياقة بتاعته. الكلاب دي بتحب السباحة، ممكن ان هما يكونوا رفيق رائع في البحيرة او النهر او المسبح. عادة الكلاب دي بتكون هادية جدا مع الناس حواليها، ما بتحبش تزعج الاخرين. من المهم ان الكلب ده ياخد فيتاميناته والمعادن بتاعته كاملة، وده في صالح العظم والمفاصل ان هي تتحمل حمولة كبيرة مع ضخامة حجم الكلب. كلب نيوفاوندلاند هو كلب ذكي بيستجيب لشكل كلب نيوفاوندلاند وكلب ذكي جدا بيستجيب بشكل جيد للتدريب. لازم يتنشأ تنشئة اجتماعية مناسبة ويتدرب على الطاعة والشراسة، لأن الحجم العملاق للكلب نيوفاوندلاند محتاج التدريب والتنشئة الاجتماعية عشان يتمكن من الحفاظ على السيطرة على الكلب الخاص بيك. الكلب ده هيحتاج منك ليش وخناقة عشان ضخامة حجم الكلب والسيطرة على حركته، لأن هو وهو ماشي هيجرك وراه. السلالة دي بتتوافق بشكل جيد مع البالغين والأطفال، لكن مع حجم كلاب نيوفاوندلاند الضخم لازم توخي الحذر مع الأطفال الصغيرة جدا. بعض المشاكل الصحية اللي ممكن تقابل كلاب نيوفاوندلاند منها الميجا أوسوفيجس والميجا كولون، ودول أمراض وراثية بزيادة حجم المريء والقولون، وبيعاني من تشوهات مفصل الفخذ. فيديو النهاردة خلص، أتمنى يكون نال إعجابكم، وإن شاء الله انتظروني في فيديوهات أحسن وأفضل، وإن شاء الله تكبر القناة على حس المشتركين والمتابعين. أشوفكم على خير الله في الفيديو الجاي. يلا سلام عليكم.